كيفاش ناس زمان كانوا متولين في دارهم وبالنسبه لها هي جوستمون هاد لي فام كي سون كي فون با مال دو فيديو سور لي ريزو سوسيو باسكو هي عندها اون شين يوتيوب دونك elle partage pas mal de capsules en direct من دارها هاد لي فام لي كيديروا لي فيديو سور يوتيوب سور لي ريزو سوسيو ان بيجاما شنو هي بالنسبه لها كيفاش كتشوف هاد القضيه هادي واش البيجاما غير في الزنقه اللي لا لي بيجاماتي في زنقتي في الشارع ولا فينالمون لي ريزو سوسيو اكسيتيرا سا اوسي سي تان espace commun راه ماشي c'est pas بحال الدار زعما ماشي والله اش لي نقول لك انا هاد الكاميرات ياسمين مساله تعاملنا مع التكنولوجيات الحديثه وخاصه مع الكاميرات وعلى اننا اصبحنا في القريه الصغيره خصنا حلقات وحلقات وحلقات وحنا هنايا علاش احنا موجودين ما تخافيش وراك وراك ماشي غير شعل الكاميرا شعل الكاميرا وهات يا كلام ما الفضاء اللي وراك المكان اللي كتصور من وراه راه شكون التجسيد حيت هو تري بيان لي ريزو سوسيو اوكي ولكن ما تنساش راه tu véhicules une image, tu véhicules un message. L'image et le message, mais chérie, l'image visible. Bhal, on a communication verbale et non verbale. L'image aussi, c'est la même chose. Chno kaybel ou chno kitgel ou kifesh kitgel ou bina hindem kitgel, hachi kamel mohim. Les خلفيات, absolument. يعني المكان اللي جالسة فيه, اللي جالسة في صالون, ماشي هي اللي جالسة في بيت الناس. يعني هناك أمور. واحد القضية فرحانة en parlant de بيت الناس ou de pyjama. واحد الظاهره اللي جبدنا رابيدمون توتا اللي خدرنا عليها اللي هي مثلا غتدخل عند المراه لا كلينيك ولا السبيطار تبارك لها اللي عاد ولدات وغتلقى بالبيجاما نو وفحال اللي كنشوفوا مثلا دي 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 بيرسون كونو دي بيرسون معروفين دي شانتوز دي اكتريس اكسيتيرا كيجيو عندهم لي كاميرا لغرفه الكلينيك ولا مورا ما دارت اون اوبيراسيون ولا هذا بيجاما والفراش والكاميرا والميكرو خليك في مكانتك خليك في المكان ديالك اللي هي من غير الصوره حتى المكانه ان طونك ستار راه انت هزا ليماج دان بيي راه ماشي غير هزا لا اون اوتوريتي عطاتها لك منصه ولا عطاتها لك كاميرا ولا عطاها لك ميكروفون راه انت كتمشي كتادي مثلا دي كونسير دون دوتر بيي كتباني في دي 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 تيليفيلم دي سيري اكسيتيرا دون دوتر بيي خليك هزا ليماج بلادك ما تدخلش داك ليماج البيجاما المهم لالا مفتاحه والمسؤوليه مشتركه في هذه القصه يعني بين الاعلامي وبين الفنان تفضلي سيدتي الكريمه وانتم عرايس وانتم نفايس وانتم حجاج لالا بنتي امرين لاباس عليك تو فا بيان الحمد لله اخبارك لقيتي كي قالت لالا فرحانه هي حدايا كتسلم عليك الله يعزك مالي فيك يعزكم ويعطيكم النصر والقبول ربي يخليك لالا مفتاحه بغيت تولي قلبي على البيجاما انا ديجا راني كنت دايره واحد الفيديو على ديك البيجامات وعلى ديك الحاله ديال البيجاما الوغ جوستمون انت قولي لنا هاد السيدات اللي كيدير انت عندك اون شين يوتيوب الشين يوتيوب لالا مفتاحه وانت ضد وكديري لي فيديو من دارك من قلب دارك ولكن جامي دو بيجاما وي بورتون تي في دارك علاش ما عمرك ما بغيتي ديري علاش بالنسبه لك البيجاما ما كتبانش في الكاميرا شنو اللي عجبني فاش هضرتي دابا عاد قلتي تهد ملي تدير الكاميرا وتهدك تشوف القنت اللي تكونوا جالسه فيه انا داري ما نوريهاش كلها ما نوريهاش كلها تنختار كيما قلتي القنت اللي يناسب اللي كيشوف حيت حنا في الواجهه حنا تنعطيو واحد النظره البيجاما البيجاما عندنا عيب ملي كنا بنات زعما نعاون نقول لهم زعما الزاموني انا هذيك الكلمه اللي تنقول فاش كنا بنات ديورنا ما تيقول ما تيخليناش نلبسوا البيجاما تيقول لك عيب عمرنا ما شفنا يماوات ما تيلبسوا البيجاما الا حتى تيدخل البيت مع ديالهم باش تيلبسوا حويجاتهم باش تي هذا دابا كيف ما قلتي تنلبسوا البيجاما ماشي انا تيلبسوا البيجاما ويدخل الكاميرا ويتقلبوا عليها والبيجاما عيب عيب واش اختو مثلا المراه وتزيد بناتها هكذاك ما جات تتعطي المنظر كيف ما قلتي والله يرضى عليك تتعطي الصوره بلادك تتعطي الصوره ديال عاداتك وتقاليدك تتعطي الصوره ديال تتعطي واحد النظره تياخذوا علينا واحد النظره انا هي هذا الاسبوع انا مع صراع مع الراجل ديالي مشان شي واحد قال لي شوف روتينات ديال المغربيات تنتعكسي مع راسك شوفوا روتينات ديال البيجامات كيف ما قلتي البيجامة عيب عندنا
ما كناش نقدروا حتى مثلا ما يمكنناش نلبس البيجاما ونسي جامي الا كانت مريضه او شي حاجه ما تقدرش تحل حتى الباب البيجاما. اللي دابا هذه الظاهره هذه هي كانت زمان كانوا الناس يعني هذا هو هذا هي الحقيقه ديالنا ما نقدروش نكذبوها. كانوا زمان حيت المدن الرئيسيه معروفين المدن الرئيسيه في المغرب ما شاء الله كانوا الناس ديالها تشوفوا تعلموا البنت كيفاش تكون المراه لله ولاتي ومحافظه على راسها محافظه على الليماج ديالها محافظه على كل شيء. كانوا النواحي ما تيكونوش عندهم الليماج الله يحسن لها تيدخلوا يدخلوا المدينه تيشربوا البيجامة هذوك هما اللي كانوا معروفين بالبيجامة. تدخل دابا هاد البنيتات دابا ديالنا خداو واحد 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 شنو تيقولوا له واحد الثقافات بعيده علينا ما هي لا مدينة لا مأصلنا لا مجدودنا لا مستويين ديالنا مغربيين مطول على اللون ولا كيف تنقول تتحكم نفسي دائما على المراه وعلى الناس. نوض انا نلبس البيجامه ما بتخطوخ انا عندي البيجامه الله يعلمها تكون تتشوف 100 اورو ولا 1000 اورو بلا مبالغه ما نديرهاش ما نطلعش بها تبان. كانوا تيخيطوا بالمدرات كانوا تيخيطوا قميص قميصات هي هكذا مصوبين كانوا الخياطات كانوا العيال الدب على شتي موت على ديك المسلسلات السوريات ديك الكساوي اللي دابا راهم لاموب هذوك هما اللي كانوا تيديونا وخيطوهم لنا وصلوهم لنا هذو الخياطه باش نلبسو بهم ما تلبسوش بالسيدانه. ايضا السيده لاله مفتاحه كلامك عسل وكلامك اصيل ايضا في حتى اللي خصنا نشوفه على اننا اليوم اصبحنا في القريه الصغيره يعني اقصى نقطه في الكره الارضيه كتعرف المغربيه وكتعرف المنطقه ديالها وتعرف الاكل المشهور عندهم يعني احنا سفراء بلدنا خاصه نتكلم على الناس اللي يرتادون الفضاء الازرق. بالتالي المساله اللي ولينا فيها سفراء حقيقه هو الملابس التقليديه اللي اصبحت كثير من البلدان وخاصه في الخليج يلبسوها يعني عبايات المغربيات ولينا كنشوف المسلسل هما في ديارهم لابسين تلك العبايات الجميلة اللي أصلها مغربي. بالتالي إحنا صدرنا أشياء لثقافات أمم ومجتمعات أخرى هل سنسيناهم ما عرفتش هل انقلبت عجبتني هذا هل انقلبت عجبني هذا التدخل فرحانة كملي على هذا كوتشي دي عجبني حتى أنا مانيفيك يعني وحنا خدينا البيجامات تفضلي يلا مفتاح ايه هذا هو اللي تيقتلني ملي تشوف ملي تشوف كيف ما قلتي المسلسلات كاين البيجامات كيف ما كانوا شحال الخله ديال الطغبر كانوا البديعيات كانوا قنادر تيلبسوهم كانوا قميصات كانوا اللي عندها جداتها امامها تتعقل على تيقولوا له هو سميت برودي قميص ينطبق بالماكينه ومطول هو تيقولوا له برودي حيت هو كله مقب ديال الخيط ما تيجيبش الصاب ما تيجيبش البروده وتيدبروا لنا مجيدل تيدبروا المغا مجيدل. لا كيقول لك لاله مفتاحه كيقول لك هادشي ماشي مودرن دابا اليوم جوستومون هاد كيقول لك هادشي ماشي مودرن هو غزال هو تقاليدنا هو بالحق كتقول لك البنت وخلاص واش غنقص في الدار لابسه المجدول ولا لابسه القفطان وخلاص واش غنقص في الدار لابسه هذا لابسه تشامير ولا لابسه بدعيه ولا لابسه تشامير تشامير كلمه من عمق ياسمين هذه كلمه تشامير عندها نوستالجيا مالوغوزمون الشابات ولكن شتي ماشي غير الشابات حتى اللي اقل شبابا ما بقاتش هذه الثقافه هذه ديال فن العيش في المنزل حيت هي فن العيش في المنزل. اصلا نقول لك واحد الحاجه تتكلمني تعباني تتكلمني وهضرت عليها وعاودت وعاودت انا نفضل نمشي لعند الخياطه او نشوف شي حاجه وندير ديك القندوره نغدها موضه نقصيوها ما نديرلهاش المجدول القميص نديرو ايفازي ونخليه مطول ولا نلبس ونبهدل بالجلابه المغربيه وندير لها التغبيله الكوداس ديال الكويريه ونخرجها بها هكذاك نشوها في اللي احسن. انا نفضل قميص هي هكذاك واقف قميص انا بنات اللي قلت لك قتلتني هاد كورونا ما انا عندي ما نقول عندي ما نوضي فاش نهضر المغربي لبست عيله لهاد الشابات على اللباس على التاوي كيف يرجعوا للزمان وتبقى عرفتي شي من قبيله كنخمم فيها كنفكر في الاول ديال الثمانينات حيت انا جيت حتى للثمانينات في الاول الثمانينات كانوا البنات واثق لاج راك عارف الثمانينات ولاو في الليسي كانوا يمشيو يلعبوا رياضه على ظاهره الكيكمه
الكيطمان ما كانوش يبداو يلبسوا بالكيطمان شي بديله مبهدلين حتى الليتي كانوا كيلوها يدوها في الصويك ديال هذوك حطوها مع يديهم حتى يمشيو الليتي حتى يمشي ديك الكيطمان ديك البغديله نقال كل مره بغديله مبهدله وكيديروا غياده او تحيدوا داك الشيء ورجعوا تمات انيقات تولات بسبب الطالون بالجويطه وبهما ماشيين غزاله تيحمقوا فين بقينا تنشوفوا هاد الترويل يقرني فاش انا بقيت المغرب كنت انا صدمت قلت اختي بقيت هنا عرفت فين هو التاوي فين هي الجلابه فين هو الصبغه الطالون فين هو ديك القميص اللي كانت تيبان تحت منها ديك الفتيحه 10 سنتيم فين هي ديك اليد كنت تمد المراه يديها تيبان ديك مولاي قميص ديال الفريع هي وقتها كنت تيول تسيب على الفيك بغديده بحال ديال اللي تيخدم في البني وكيطمان لحتى الحد الكادي والهلا عصبك لاله مفتاح الهلا في قصق واحد السؤال لاله مفتاح انت عايشه في بروكسل انت عايشه في بلجيك كي واش خارج بروكسل اكزاكتومون ولكن ماشي بعيد عليك ومع مدينه كبيره وهذا واش كاين هاد الظاهره تماك واش مثلا كتشوفوا العيالات بلجيكيات ولا من دوتغ ناسيوناليتي كيخرجوا بالبيجاما ولا هاد الشيء هذا كنشوفوه نو ما كاينش لا محلي لا ودائما كما تنقول حيت انا دائما كان عندي نقاش انا وغزي ديالي على المراه المغربيه كنا ماشي في لافواتير دايزين جروب العيالات لابسه يعني اللي باس ما باين ولابسه صبات غازلها خارجه بين البيجامه من تحت تبان قال لي شوف يعني ما كاينش البلاج تاع الاوروبيين كيما حبيت واخا كاين اللي ما يعجبوش الصراحه ديالي ملي تنخرج ملي تنوض عند مال الوليدات باش ندوهم للمدرسه انا تنتقبل من الوليدات كنوجدهم شي ماشي يدو نشوف حالتي تلبس انا في الاول ما تنقبضش نوض كيف ما تيدغوا مع الاسف جينيكسكيوز نسمي ديزولي المغربيات اخذ الحضانه نوض ماشي كلهم لاله مفتاح عاوتاني عاوتاني قولوا فينا دوي علينا وجي علينا عاوتاني لاله مفتاح معصبة شوية ولكن ما تجمعيناش كاملين شوف احنا معصبين على فئة صغيرة لا 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 مفتاح لا خطيك ولكن نشوف ذلك قبل خارجة لابسة بيجامة ديك نور نغص وهي غليظة وسدها وماشي تعبك هنا ونغص عايز ما تشوفش والهلا يفقصك لاله مفتاحة ليش نقلك انهم انا دائما ما تنعمل خليكم الشابة تحتو عرفتي شي البارح شكون اللي دخلت عندي قناة أبونات حتى نعرف شكون اللي تدخل عندي جزائرية وصلة لمليون ومليون ونص أشنو تدير عاداتهم وتقاليدهم داخلة باش تشوف العادات والتقاليد شوفوا شنو ينقلوا علاش هي البنيتات ماشي مودرن قدم أنا سيدي اللي قلت تشالر ديالنا بالصبغام وندير له واحد الخطيلة واحدة أخرى ندير واحد اللي تبدي إيا اللوبك البدي إيا اللي كيجيوشي مع البنيتات تحمقوا الأنفات والشباب وندق فوق منها شي حويجه مطوله ونخلي ديك مولايا صغير ولد البيت يحمق ندرس من تحت تعطي واحد لوشارم تعطيك واحد تحت الانوثه تيعطي شنو باش نقول لك الخليجيين تيحماقوا على هاد الشيء الدول يعني العربيه الاخرى خداو منا هاد الشيء كله وحنا ديالنا الله يقدر عليكم يا البنيتات خليو البيجامه هي المعاد تمام وخليو الفطمه هي الرياضه كل لباس عنده مكانه وكل لباس عنده مقامه بالتالي التاويل صحيح هذا مسألة التاويل على قدر ما جاءت السوشيال ميديا وأبانت على علو كعب كثير من المغربيات في جميع الألوان وفي جميع المجالات هناك أيضا من الثغرات التي يجب الانتباه إليها ويجب أيضا محاولة إصلاحها وتدارك الأمر لأننا كيف ما قلنا على أننا نعيش الآن في القرية الصغيرة شكرا جزيلا لك سيدة لاله مفتاحة شرفتينا في كل مرة لي كل الشرف وتنحييكم وتنشد عليكم يعني بيدي 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 لأن تديروا مواضيع اللي خصها تناقش بزاف وتنتمنى وطلب ليا وتنتمناكم وتنترجاكم إلى ما تديروا شي موضوع يكون طويل حيت تفكر الله كل شيء تسمع لكم على هذه المصيبة ديال هذا شنو تقولوا لهم ديك غورتيني ولا ديك الشيء الله يعطيكم
والله خصصنا حلقات وسنخصص إن شاء الله، لأنه كيف ما قلنا قبل قليل هناك من المواضيع التي يجب تكرارها في آلاف المرات لعلنا نفلح في تغيير الأشياء. شكرا جزيلا لك سيدة لالا مفتاح، فرصة عظيمة أن نتلقاك دائما معك نسائم ناس زمان. شكرا جزيلا لك.